الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الحكيم في خلقه وأمره وشرعه وأقواله وأفعاله العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الحمد لله جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابل الآلاء وأزال من وبيل اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفيل الإحسان.
الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الذي خضعت له الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، ولان لقدرته ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام. ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه. وصدق الله العظيم، وصدق الله العظيم، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا
تجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين المرحومين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم ارزقنا شفاعته اللهم ارزقنا محبته ومتابعته يا كريم يا رب العالمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وروعاته. اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم أمن فزعنا يوم البعث والنشور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا حي يا قيوم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر اللهم لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا
ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها نفوسنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء، وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا عسيرًا إلا يسَّرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عقيمًا إلا رزقته يا رب العالمين، ولا شابًا إلا أعطيته وهديته ووفَّقته، ولا فتاةً إلا أسعدتها وحفظتها ووفَّقتها وسترتها يا رب العالمين، ولا عدوًّا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًّا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوًّا للكتاب والسنة إلا قصمته يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، وحلالا طيبا مباركا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب من حبه يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بالله من مضلات الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا، أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا، أعذنا يا ربنا من فتنة الدنيا. اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا كريم يا حليم، يا رحيم يا ودود، يا لطيف يا غفور يا غفور يا غفور، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا. ربنا لا تصرف وجهك الكريم عنا. يا أكرم من رجي، يا أكرم من رجي، يا أكرم من رجي، يا أجود من دعي، يا أكرم من دعي، يا أكرم من ابتغي. إلهنا أمن علينا بعفوك وغفرانك، أمن علينا بعفوك وغفرانك، وعاملنا بفضلك وإحسانك. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا إلهنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا سيدنا، يا سيدنا، يا غاية رغبتنا، يا غاية رغبتنا، يا غاية رغبتنا. اجتمعنا في مسجد رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة شريفة. اللهم ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم. يا مولانا، يا مولانا، يا مولانا، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا ظلمة المعاصي بنور هداك، اللهم أذهب عنا ظلمة المعاصي بنور هداك، واجعلنا ممن أقبل عليك وأعرض عمن سواك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، ومحوت عنه أوزاره وآثامه، وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا أو ما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد، اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة من صحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. يا سابغ النعم، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة،
اللهم عليك بالسحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين والعرافين والدجالين والرمالين الذين يدعون علم المغيبات والكشف عن المضمرات، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رحيم يا رحيم. فك سحر المسحورين، فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ببركة دعائنا استجب يا رب العالمين هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء، اللهم استجب هذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم أعداء المسلمين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين والظلمة المفسدين والكفرة المعتدين والمنافقين المتربصين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت بين قلوبهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمعذبين واللاجئين والمشردين يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا كريم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم، اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم أمن ديارهم واحقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم عليك في هذه الساعة بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك في هذه الساعة بمن ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ولاة المسلمين رحمة على شعوبهم، اللهم خذ بنواصيهم للعدل بين رعاياهم والرفق بهم والشفقة عليهم يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجال الحسبة فينا والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم احفظهم واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اجز أميرنا فيصل بن سلمان خير الجزاء وأوفاه على ما يقدمه من خدمة للمدينة المنورة وساكنيها وقاطنيها يا رب العالمين. اللهم احفظه وأهله وأولاده ومتعه بالصحة والعافية يا كريم. اللهم اختم لنا بالقبول والرضوان، اللهم اختم لنا بالقبول والرضوان، اللهم اختم لنا بالقبول والرضوان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم احفظ جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم وزوجاتهم وذرية، اللهم احفظهم وزوجاتهم وذرياتهم وأهليهم ويا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد
على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، ولك الحمد على التمام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها، على من حضرها، وعلى من سمعها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم وأنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار، وآله الأطهار، وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار. الله أكبر. الله